مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في هذا الموجز من قناه التناصح. تظاهر العشرات من المواطنين في ميدان الشهداء بالعاصمه طرابلس اليوم الجمعه احتجاجا على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب نقل السفاره الامريكيه الى مدينه القدس المحتله. ورفع المتظاهرون الاعلام الليبيه والفلسطينيه ولافتات تحمل شعارات تندد بالقرار الامريكي وبممارسات الاحتلال الصهيوني، داعين في الوقت ذاته العالم اجمع لاستنكار هذه الجريمه والحفاظ على المقدسات الاسلاميه من ممارسات قوات الاحتلال. تظاهر عدد من المواطنين في مدينة درنا رفضا لقرار الرئيس الأمريكي اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني. المظاهرة التي خرجت في مسجد الصحابة عقب صلاة الجمعة رفعت شعارات منددة بالقرار الأمريكي، معتبرة أن قضية القدس هي قضية كل العرب والمسلمين. هذا وطلب المتظاهرون السلطات في ليبيا بقفل السفارة الأمريكية فيها احتجاجا على قرار ترامب الأخير. قال رئيس لجنة الاتصال الروسية الخاصة بليبيا ليفدنغوف إن موسكو ستطرح مبادرة للتسوية بين الأطراف الليبية المتنازعة على غرار ما جرى في سوريا. صحيفة أوزفيتسيا الروسية نقلت عن دنغوف قوله إن مبادرة روسيا الخاصة بالحوار السوري حظيت بقبول إيجابي ويمكن استخدامها في ليبيا شريطة إشراك كافة الأطراف المتنازعة. في ذات السياق نقلت عن مصدر من الحكومة المقترحة أن الجانبين بدأ في التوصل للوصول إلى صيغة مناسبة. إلى الخبر الأخير، حيث وقعت الشركة العامة للكهرباء مع شركة سايمنس الألمانية الخميس اتفاقا لإنشاء محطتي كهرباء جديدتين في طرابلس ومصراتة. جرى ذلك في مقر وزارة الخارجية الألمانية في برلين. ومثل الشركة العامة للكهرباء رئيس مجلس الإدارة عبد المجيد حمزة في منابة عن شركة سايمنس رئيسها التنفيذي جوزيف كيسر. إلى اللقاء.